ومن هذا المنطلق نشكركم جزيلا. والله منذ بداية الأزمة الصحية احنا تعاملنا معها بمنطق تدريجي، يعني كنا في كل مرة نتعامل تدريجيا مع هذه الأزمة الصحية. كنا بدينا بالرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية، ثم كل الفرق الوطنية اللي عندها منافسات قارية أو دولية، ومنذ بضعة أيام كنا رخصنا للنشاطات الرياضية في الهواء الطلق، وعن قريب إن شاء الله راح نرخصوا لرياضات الجماعية ككرة اليد وكرة السلة. وبشركم إن شاء الله بلي حتكون عودة تدريجية لكل النشاطات الرياضية إن شاء الله.